اما بالنسبه بقى لمسلسلات الانيميشن والكرتون في شهر رمضان فكان في تفاصيل كتيره جدا، خصوصا مسلسل يحيى وكنوز في الجزء الثالث، ومسلسل نور والكوكب السعيد، وايضا مسلسل سر المسجد ومسلسل نور. رمضان 2024 شهدت أحداث مشوقة، البداية من الحلقة السادسة من مسلسل سر المسجد اللي بدأت بعثور حبيبة أخيراً على شقيقها سيف عن طريق رؤيته بالساعة الرقمية بعد ما نجحوا في الحصول عليها من الفيروس غلباوي. وشرح الشيخ صلاح إمام المسجد أهمية النظافة عند دخول المسجد، وذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيأكد على أهمية النظافة عند دخول المسجد. وبعدها بدأ الأبطال في استكمال رحلة البحث عن الرموز ليستعيد التطبيق عمله. مش المسجد بس اللي كان في أحسن حالاته، لا والمصلين كمان كانوا بيجوا هم في أحسن زينة وبأحلى الروايح. أما عن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل يحيى وكنوز ثلاثة، فخلال الحلقة ذهب يحيى للملك بسماتك الأول علشان يقترع عليه كيف يوحد الشمال والجنوب بعيداً عن شن حرب يموت فيها الآلاف، خصوصاً إنه رئيس عصابة سارق الهوية فضولي كان يريد توريط الملك بسماتك الأول في الحرب. وسيطرت على الدلتا وطاردت الأشوريين والأمراء الخونة زي ما النبوءة قالت. وإنت تعرف النبوءة منين؟ ده موضوع كبير وشرحه يطول. بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل نور والكوكب السعيد بمشهد يحيى ورامي صديقه والكائن الفضائي وهم بيدوروا عن زهرة في الجبل، وهنا بيتفاجئوا بثلاث أنفاق وعليهم اختيار طريق للسير فيه. وبعد ما اختاروا النفق ومشيوا فيه بيظهر ليهم أحد أفراد عصابة سرقة الحيوانات اللي اختطفوا زهرة وبيهددهم بحجزهم بالقفص، لكن بيتفاجئ بزهرة والفيل اللي كان متواجد معاها بالقفص بضربه من الخلف. ده مش شغلك وإلا هتتعرض للأذى الشديد المبالغ فيه يا حلو انت. هو على فكرة انت مش عارف انت بتهدد مين. وشهدت بداية الحلقة السادسة من مسلسل أنيميشن نورة حديث جميلة صديقة نورة لإحدى صديقتها بأتوبيس المدرسة، وبتسألها عن مين اللي صور فيديو نورة، وبترد عليها صديقتها بأن من الممكن أن يكون نور أخوها هو اللي صوره، لكن بتطلب جميلة أنها تستعمل تليفون صديقتها وبتفتش فيه وبتكتشف أن هي اللي صورته ونشرته. إن هما الاتنين دايماً بينكشوا في بعض وبيعمل فيها مقالب. مش للدرجة دي، ونور صغير قوي على حركة زي دي، وأكيد يعني مش هيأذي أخته، ده أكيد حد مش بيحب نورة وقاصد يأذيها. يمكن عموما يعني بكرة هيبان وهيتعاقب جامد على اللي عمله.